قال يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن لإذاعة صوت أمريكا إن على المجتمع الدولي أن يجعل إيران ترى عواقب أفعالها. وأوضح العتيبة أن وكلاء إيران في المنطقة يعملون بناء على مصالح نظام الولي الفقيه وتعزيز أهدافه وطموحاته الإقليمية. وأكد العتيبة أن إيران دأبت على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية ووكلائها في أنحاء الشرق الأوسط، والشيء الوحيد الذي تشترك فيه هذه الجماعات هو هدفهم إلى زعزعة استقرار المنطقة. وتأتي تصريحات العتيبة بالتزامن مع بدء تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات التي قررت واشنطن إعادة فرضها على إيران على خلفية انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي.